مهرجان العالمين، الفن والفنانين طبعا هي من أهم عوامل القوة، مش هنقول ليست بقى الناعمة فقط بل المبهجة والمفرحة. في أجواء احتفالية رائعة وجرعة إبداعية مكثفة ومنشطة للسياحة في مدينة العالمين الجديدة، مفاجآت كتير جدا بتنتظر المشاهد المصري والعربي في فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين. هذا الحدث الفني الاستثنائي اللي بالفعل أثبت وجوده من أول نسخة ليه اللي كانت السنة اللي فاتت ونجحت في إنها تخطف الأنظار بكل تفاصيلها. أيام قليلة وتنطلق النسخة الثانية اللي هتبدأ من 11/7 طبعا هذا الشهر وحتى 30 أغسطس، وهيشارك فيه نجوم كتير جدا من نجوم المصريين أو حتى نجوم الوطن العربي. وهتبدأ الموسم مع أولى الحفلات يوم 11 يوليو للكينج محمد منير، يليه الفنان قادم الساهر في يوم الخميس الموافق 18 يوليو. في نجوم كتير جدا، في الفنان الكبير تامر حسني، في تامر عاشور، في يعني نجوم كتير جدا مصريين ومصريين وعرب، عمرو دياب، ويجز، سعاد ماسي، ناس كتير جدا ونجوم كتير جدا هيكونوا متواجدين بقوه خلال فعاليات الاحتفال في مهرجان العالمين الجديد. على اي حال خلينا نعرف تفاصيل اكتر من استاذ مصطفى عمار رئيس تحرير جريده الوطن. مساء الخير يا استاذ مصطفى واهلا بيك معانا في برنامج التاسعه. مساء الخير عليك يا جمانه وعلى كل جمهورك ومبروك زورك في التاسعه مساء. شكرا لحضرتك، الله يبارك فيك. يعني هبدا معاك بفكره الحفلات الغنائيه اللي هتبدا ان شاء الله يوم 11/7، في نجوم كبار تامر حسني، عمرو دياب، قزم الساهر، كينج، طبعا هتبقى البدايه مع الكينج محمد منير. ويمكن لو رجعنا للنسخه اللي فاتت يا استاذ مصطفى هنلاقي انه كانت البدايه مع النجم تامر حسني وكان في حضور قوي الحقيقه في هذه الحفلات. شايف المهرجان السنه دي هو لسه طبعا ما بداش، احنا بصدد بدء الفعاليات، لكن حتى الان ما اعلن عنه شايفه ازاي؟ شايف ايه الاضافه اللي حصلت فيه حتى الان؟ شايفه يعني عودة للدور الكبير الذي لعبته مصر على مدار سنوات عديدة منذ مطلع الستينات بأنها عاصمة للفن والفنون تنشرهم لكل أقطار الوطن العربي. احنا بنتكلم في أكتر من 100 سنة سينما ودراما وفن وغناء، ويعني أبعد كمان من المسرح. العالمين هو بداية جديدة ليعني انتشار القوى الناعمة المصرية. العام اللي فات حقق نجاحات كبيرة جداً. نتكلم السنة دي غير الحفلات اللي انت تفضلتي وذكرتيها في الاول، فكرة ان المهرجان هيستقبل السنة دي ان شاء الله اكتر من مليون زائر سواء على المستوى المحلي او المستوى العربي. بنتكلم عن 50 شركة مصرية ساهمت او بتساهم في التجهيز للمهرجان بحجم عمالة وصل الى 50,000 مهندس وعامل مصري علشان الدورة دي من مهرجان العالمين التانية يتم اعلانها زي ما اعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان. بنتكلم عن يعني قرارين في غاية الاهمية. القرار الاول بالنسبة لي وبالنسبة للمشاهدين ان اي حد هيشارك كزائر او كجمهور في مهرجان العالمين هيكون بيدعم القضية الفلسطينية بعد قرار إدارة المهرجان 60% من أرباح المهرجان صحيح لدولة فلسطين الشقيقة. بنتكلم كمان عن قرار مهم جدا ان العلم الفلسطيني سيرفرف بجوار العلم المصري في مدينة العالمين، وده يعني قرار محترم جدا طبعا. جدا من القائمين على مهرجان العالمين. الفن ليس للترفيه فقط يا جمانة، والفن ليس للمتعة فقط، ولكن الفن دايما ما يحمل رسالة طبعا. لما نلاقي الفنانين الفلسطينيين هيشاركوا في العروض، لما نلاقي علم فلسطين بيرفرف بجوار العالم المصري، لما نعلن ان احنا 60% من ارباح المهرجان مخصصة لدولة فلسطين، دي كلها رسائل عديدة. اتمنى دول عربية مجاورة لينا واشقاء لينا يعني يعلنوا نفس القرارات او يحذوا نفس الحذو اللي اتخذته الدولة الكبيرة وهي جمهورية مصر العربية. ان شاء الله هيكون مهرجان ناجح، ان شاء الله استمرار لجهود الشركة المتحدة في يعني الترويج للفن والدفاع عن الهوية المصرية، وهنحلق بعيدا ان شاء الله بالمهرجان وما يتضمنه من فعاليات كبيرة. وهتوقف معاكي كمان عن اهم نقطة عشان هو مهرجان للأسرة المصرية، ما اعلنه الفنان احمد امين عن صحيح. اشتراكه بمهرجان نبتة، وهو مهرجان مخصص للطفل بالكامل من انشطة وتعليم وعروض فنية. المهرجان كمان هيضم احداث رياضية. احنا بنتكلم عن
شهرين تقريبا، من 11/7 ل 30/8، اكتر من شهرين مليانين بالعروض الرياضيه والمسابقات والحفلات وحفلات الرقص الايقاعي وعروض مسرحيه. بنتكلم في حدث كبير جدا، اتمنى ان هو يتكرر في مدن تانيه زي اسوان في فصل الشتاء، ويتكرر في العاصمه الاداريه، يتكرر في مدينه الجرداء وشرم الشيخ، يبقى عندنا اكتر من نسخه، لان السياحه يعني مرتبطة دلوقتي بحضور هذه الفعاليات. احنا عندنا بالفعل يا استاذ مصطفى عندنا ثراء فني كبير جدا. صحيح. نقدر مش بس يعني نقدر بالفعل ان احنا نستغله على مدار السنة. يمكن حضرتك كمان ذكرت فكرة وجود على مدار النسخة اللي فاتت، كان في الحقيقة زخم كبير جدا، وكان في اقبال حتى من السائحين بشكل غير مسبوق في النسخة اللي فاتت. فاحنا نأمل ان شاء الله كمان السنة دي نتخطى الانجاز اللي قدرنا نشوفه السنة اللي فاتت. خليني اروح مع حضرتك كمان، اللي في فعاليات كتير قوي يا استاذ مصطفى، يعني في عروض مسرحيه، في حتى فود فاستيفال او مهرجان الطعام، وده هتلاقي ناس كتير اكيد مهتمه بيه. طبعا المصريين بيعشقوا الطعام، انت صحيح. طبعا. طيب كلمني عن فكره وجود مهرجان الطعام، بعد كده نتكلم عن العروض المسرحيه. والله انت عارفه المصريين والعرب عموما من اهم يعني الحاجات اللي بيشتهروا بيها هي المطبخ المصري والعربي، ووجود مهرجان او على هامش المهرجان فعاليه عن الطعام، ونشوف اكتر من مطبخ عالمي، يعني هتلاقي استحسان الجمهور اللي هيحضر المهرجان. وانا في بدايه المكالمه او المداخله قلت لك يا جمانة ان هو مهرجان للاسره المصريه، هو لا يهتم فقط بفئه الشباب، ولا يهتم فقط بفئه الكبار في السن، ولا يهتم فقط بفئه الاطفال، بالعكس جميع افراد الاسره المصريه هيلاقوا ما يعني يشجعهم على السفر وعلى قضاء الاجازات وعلى التواجد داخل انشطه المهرجان. هناك كمان حفلات كامله العدد اللي بتمثل مثلا عمر خيرت، بتمثل كاظم الساهر، هناك اصوات طربيه بجانب اصوات الشباب زي ما انت ذكرتي في الاول تامر عاشور وتامر حسني ويجز، العديد من النجوم اللي الشباب متعلقين بها دلوقتي، وفي طبعا. نفس الوقت الصوت الطرب وصوت الفن الاصيل بما يمثله من جيل الكبار محمد منير وغيره عمرو دياب واخرون، يعني يحملون رايه الفن المصري. طيب العروض المسرحيه بقى استاذ مصطفى، في عروض مسرحيه كمان هتكون موجوده على هامش فعاليات المهرجان، ودي في حد ذاتها نقطه مهمه جدا. يعني احنا مصر معروفه حقيقي بعروضها المسرحيه، اللي حقيقي كان في ناس بتيجي تنزل بالطياره من اشقائنا العرب تيجي تحضر مسرحيه وتمشي. احنا في وقت من الاوقات كان في موسم سياحي للاستاذ عادل امام، صحيح، ربنا يديله الصحه يعني طول العمر، كان شارع الهرم ومسرح الزعيم عادل امام، ده من احد يعني مش عايز ابالغ ولكن هقول لك ان ده كان من احد مصادر الدخل القومي لمصر في السياحه، ان الناس الأشقاء العرب يحضروا مصر مخصوص عشان يحضروا عرض المسرحية عادل إمام. صحيح. إن إحنا نضم عروض مسرحية وما تحمله مصر من تاريخ كبير على مستوى المسرح، سواء المسرح العربي أو الكوميدي، إن إحنا يبقى عندنا فعالية، وأعتقد هتلاقي استحسان كبير جدا، لأن الأجازة طويلة جدا في الساحل عموما بعيد عن مدينة العالمين، فنبقى في مسارح وفي عروض، وأتمنى كمان يضموا ليها عروض سينمائية. اعتقد هتلاقي رواج وهتلاقي اقبال شديد جدا من الجماهير المصريه والعربيه. واعتقد اختيار العالمين يا جمانة، خلينا نقول للناس برضو عشان يفهموا احنا ليه بنروج لمدينه العالمين وليه بنروج لهذا المهرجان، ودي نقطه مهمه اشكرك عليها يا استاذ مصطفى. مدينه العالمين احنا بنتكلم في منطقه كانت مشهدها قبيح، الموت مرتبط بيها، اللي عايشين في هذه المنطقة كانوا يقعون ضحايا يعني أطرافهم يتم استئصالها أو تقطع بسبب الألجام، بنتكلم في 13 مليون لجم تم إزالتهم علشان الحياة تعمر مكانها. إحنا بنتكلم عن حقيقي يعني عمل إعجازي من الدولة المصرية والمواطن المصري والمهندس المصري والعامل المصري اللي قدر يحول أرض مليانة برائحة الموت والخراب إلى كل هذه الحيوية والحياة والأنوار اللي احنا بنشوفها على الشاشة واحنا بنتكلم عن مهرجان العالمين. ده إنجاز حقيقي يضاف إلى الشعب المصري، إن انت تحولي منطقة كاملة وكل هذه المساحة من القبح إلى الجمال، من الخوف إلى الاطمئنان، من الرعب لا يحصل حاجة إلى منتهى السلام ومنتهى السعادة بحضور حفلات موسيقية وحفلات ثقافية، علشان الفن والثقافة هما الطريق دايما لي يعني زيادة وعي المواطن والبحث عن حياة أفضل لي. طبعا، واحنا بنتكلم كمان يا فندم يعني احنا حتى على
بجانب طبعا كل حضرتك ذكرته فكره انه يبقى فيه يعني هذا الحزام العمراني كان بيشتغل نسبه الاشغال فيه كانت 3 شهور في السنه بالكثير. صحيح. ان تبقى مدينه تعمل طول السنه اكيد ده هينعكس بشكل كبير جدا على المواطنين اللي بيعيشوا في هذه المنطقه، من فرص عمل لخدمات لمرافق لحاجات كتير جدا بتنعكس عليها. احنا بنتكلم في 1 مليون شخص في الثلاث شهور دول يا جمانة مرشحين، او يعني دي النسبة المفروض اللي هيزوروا المهرجان بخلاف السادة اللي بيسافروا للساحل علشان يقضي اجازاتهم. ده اكيد محتاج عمالة مصرية طبعا. احنا بنتكلم في بداية المكالمة 50,000 عامل فتحوا كم بيت وكم أسرة استفادت من تواجد أبنائهم في هذه المنطقة. طب خلال فترة العمل ما في سياحة هتشتغل، في فنادق هتشتغل، في سيارات هيتم طلبها، في مطاعم هتطلب كميات من الطعام وناس هتشتغل، في حركة عمالة تستوعب الكثير من الشباب علشان يقدروا يعني يلاقوا شغل ليهم خلال فترة الصيف. وإن شاء الله بعد الصيف السياحة مصدر مهم وكبير طبعا في اي دوله، واحنا ان شاء الله ابتدينا نحط يعني اقدامنا على اول طريق السياحه العالميه مش السياحه المحليه فقط. الاجانب كمان بيحبوا يروحوا يقضوا الاجازات بتاعتهم في العالمين بسبب الجو الجميل وبسبب الرياضات المائيه المتاحه هناك وبسبب الفعاليات المختلفه. فاحنا ان شاء الله يبقى عندنا اكثر من نسخه لمهرجان العالمين وعقبال السنه المية يا رب ان شاء الله، يعني بنجاح وتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. الاستاذ مصطفى عمار رئيس تحرير جريده الوطن، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وزي ما كان الاستاذ مصطفى بيتكلم، السياحه هي صناعه، وسياحه المهرجانات من اهم انواع السياحه اللي بتدر دخل وبتجذب سياح كتير جدا لمصر. فنتمنى النجاح لهذه النسخة، النجاح حتى يفوق النسخة اللي فاتت. ومصر طول عمرها كبيرة، هذا المهرجان قائم بأيادي مصرية، قائم على نجوم مصريين ونجوم عرب، ولينا طبعا الشرف ان هم هينورونا هنا هم في بيتهم التاني مصر. ونتمنى انه نشوف في هذه النسخة نسخة افضل بكتير حتى من النسخة اللي فاتت، وعقبال النسخة المية ان شاء الله.